السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة بتغطياتنا المستمرة اليومية من قناة الأيام الفضائية لدراسة آخر التداعيات على فلسطين المحتلة وعلى لبنان. نبدأ بتغطيتنا لهذا اليوم بعدة ملفات نناقشها مع ضيوفي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، رحب في ضيفي في الاستوديو أستاذ صباح العقيلي عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك. بداية اليوم كان يوم حافل بالدعم الإيراني المستمر للقضية الفلسطينية وللبنان. السيد علي خامنئي اليوم بصلاة الجمعة في مصلى طهران أكيد كان له كلمة رجت العالم العربي والإسلامي وتكلم بعدة مفاصل لهذه الكلمة، سنفصلها ونحاول أن نلم بالمواضيع التي تكلم بها السيد علي خامنئي. بداية سيد صباح، كيف قرأتم اليوم خطاب السيد علي خامنئي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيد نور ولقناة ومشاهدي الأيام. يعني لعله يعني مضى كثيرا وأن السيد لم يصلي صلاة الجمعة، يعني صحيح، وهذا الحشد المليون، هاي الإطلالة كل احنا مشتاقين، الحشد المليون. نعم. حقيقة هذا يعني هي رسائل، نعم، يعني قد تكون هنالك رسائل متزامنة ما بين خطبة السيد القائد الخامنئي في تأبين شهيد المقاومة سيد، نعم، حسن نصر الله، وما بين هبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في مطار بيروت. هذه رسائل واضحة حقيقة، هي للكيان الصهيوني والاستكبار العالمي. يعني إصرار السيد بأن تكون خطابة على جمع كبير مليوني من قبل أبناء الجمهورية الإسلامية وكذلك قادة الفصائل المقاومة وكل المحبين حقيقة للمحور المقاومة. كلمته بدأها بتأبين السيد حسن نصر الله اللي وصفه بالشخصية المحبوبة على المستوى العالمي، ووصفه بأن درة لبنان المضيئة. بتصوري بأنه الرسائل التي أراد أن يوصلها أولا هو ذكرى السيد وتأبين السيد حسن نصر الله، كذلك كان له خطاب متعدد الاتجاهات، نعم، خطاب إلى الكيان الصهيوني، خطاب للولايات المتحدة الأمريكية، خطاب للأمة الإسلامية، خطاب للأمة العربية، خطاب للشعب اللبناني والفلسطيني. وكان هذا الخطاب حقيقة هو في بدايته كانت الخطبة باللغة الفارسية وبعد ذلك كان باللغة العربية الفصحى، هو يخاطب الأمة الإسلامية. يعني نبتدئ بالخطبة بتوجيهه، هو أشار بأنه الكيان الصهيوني أراد أن يوقف عجلة الفصائل المقاومة وحاول أن يكسر إرادة أبناء حزب الله في الجنوب من خلال فشل في إرضاخهم، توجه إلى أسلوب الاغتيالات والتفجيرات، لكن هذا حقيقة لم يغير المعادلة. يعني نتنياهو أراد أن يسد فشله وإخفاقه في غزة
فغدا يحصل على إنجاز في جنوب لبنان، لكن يعني تفاجأ بهذه الإصرار والتحدي والقوة والقدرة والإمكانيات الحقيقة اللي يمتلكها لحد الآن حزب الله. لم يظهر على إمكانياته إلا ب10%. فعلا. فبالتالي نحن نرى بأنه هنالك وأمام الكيان، والكيان في مهمة صعبة جدا، يعني صعبة. وأعتقد يعني السيد أشار إلى بأن حزب الله هؤلاء المرابطين هم كانوا حقيقة موضع فخر للأمة الإسلامية والعربية، وكذلك أشار إلى حماس يعني كتائب الأقصى، وأشار إلى الجهاد الإسلامي، وكذلك إلى كذلك لم يشير إلى حزب الله فقط، وإنما أشار إلى حركة أمل، وكان رسالته واضحة. احنا فصل بانه اهم النقاط بكلام السيد علي، لكن خلينا نستقبل ضيفنا من طهران المحلل السياسي سعيد الشاوردي. اهلا بك استاذ سعيد، بداية حياكم الله، واليوم انتم يطل عليكم سيد علي خامنئي، كيف قرأتم خطاب السيد؟ تحية طيبة لك ست نور ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. طبعا كنا مثل ما تفضلتم منذ فترة طويلة لم نرى السيد علي الخامنئي أن يشارك، يعني يؤم صلاة الجمعة حوالي منذ 5 أعوام مضت. اليوم عندما سمعنا في الأيام الماضية بالتحديد يعني أنه سيؤم صلاة الجمعة لهذا اليوم، كنا نعرف أنه هناك سنكون أمام كلام مهم ومواقف مهمة، بما أن المنطقة تمر بأحداث مهمة ومصيرية. وفي الواقع اليوم ما سمعناه في خطبة صلاة الجمعة من قبل سماحته، هو يمكن أن نقول عنه أنه ضخ دماء جديدة في عروق جميع المقاومين في المنطقة والشعوب، والذين يعني لربما قد شعروا بنوع من الخطر بسبب فداحة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني، وضخ معنويات جديدة في يعني المجتمع العربي والإسلامي والمجتمع المقاوم ومحور المقاومة. وتأكدنا الحمد لله أنه بالرغم من صعوبة يعني الظروف أن المستقبل هو لهذه المنطقة ولمحور المقاومة، والأمور ستكون إن شاء الله بخير، ولا خوف ولا قلق لا على حزب الله ولا على إيران ولا على القضية الفلسطينية ولا على الفصائل الأخرى التي تقاتل كيان الاحتلال. وأعتقد كلمة الإمام الخامنئي اليوم غد قالت لهؤلاء الذين يراهنون على الاغتيالات والقنابل والطائرات ويتصوروا أنهم سيحققوا إنجازا من خلال هذه الجرائم ضد المدنيين، أنكم ستخرجون خاسرين من هذه المعركة ولا يمكن أن تنتصروا، وكما فشلتم في السابق ستفشلون بل يزداد فشلكم، ومش قادرين تبقون في هذه المنطقة، والشعوب العربية والإسلامية كلها ترفضكم، وليس ليس لديكم مستقبل في منطقتنا. طبعا هذا الكلام عندما نسمعه هو هذا الواقع، يعني نحن للأسف الشديد الإعلام الموالي لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا الناطق بالعربي يعني أقصد، للأسف الشديد يحاول بث الرعب والخوف في نفوس الناس، ومن أن هذه أمريكا وإسرائيل ولا تستطيع أن تقفوا أمامها. وبعد ذلك عندما يأتي السيد الخامنئي ويتحدث عن قضايا مصيرية ويرسم خارطة الطريق، أنا أعتقد يعني هو يدمر كل مساعيهم ويعودون مرة أخرى إلى الخانة التي بدأوا من عندها.
هذه الاعتداءات ويتراجعوا إلى الخلف. نعم سأعود لك أستاذ سعيد. يعني نعم صحيح، هذه الكلمة أنا أعتقد ستكون الأمور تختلف نعم. بعدها مقارنة نعم. بالأحداث التي كانت قبلها. نعم أستاذ صباح، يعني الكلام السيد كان هو إشارة مثل ما تفضل الأستاذ سعيد بأنها مطمئنة للشعب الإسلامي بصورة عامة، الكل كان مثل ما تفضلت ينتظر هذه الخطاب، بالإضافة إلى ذلك هو دعا إلى التعاون المسلمين، بالتعاون قوة أكيد، وسنهزم إن كان هناك تعاون، وأنه في حكمة إلهية أيضا للانتصار. أشار أيضا بأن الأمة الإسلامية أصبحت واعية وبإمكانها التغلب على هذه المرائب والخطط، يعني كل شيء واضح الآن، كل شيء بمسمع ومرأة، الجميع يشاهد الخير والشر وهو له حرية اختيار الطريق. ما هو رأيكم؟ يعني السيد الخامنئي خاطب الأمة الإسلامية وأراد أن يوصل لهم رسالة بأنهم يعرفوا من هو عدوهم. نعم. وبالتالي يعني العدو الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. اللي تسيطر حقيقة على أغلب الدول التي الآن لا تحرك ساكن، وهذا دليل بأن هنالك تأثيرا أمريكيا صهيونيا على قرار تلك الدول وهؤلاء الحكام. وبالتالي نعم. الآن لماذا هذا السكوت من بعض الدول؟ الخشية حقيقة من ردود أفعال الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني، وهو أشار بأن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية هي تراهن على انقسام وتشتيت وتقاطع وضعف الأمة الإسلامية من خلال بث الفرقة فيما بينهم. هذا هو نعم. هذا الأمر الواقع الآن، لا نجد هنالك وحدة خطاب، وهذا ما دعا السيد القائد الخامنئي إلى التوحد، وقال لو توحدنا لقضينا بشكل كبير جدا على أعدائنا، ممكن أن يكون الكيان الصهيوني. نعم. إذن القضية مشخصة، وهذه رسالة للأمة الإسلامية، عليهم أن يتوحدوا وأن يعلموا بأن الكيان الصهيوني يعني هو عندما بدأ بغزة والآن بلبنان في حزب الله ممكن نعم. أن يستهدف باقي الدول في المنطقة، فلن تكونوا بمعزل عن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وهذا أشار يعني السيد القائد يعني خلال كلمته بأن هنالك رؤية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بجعل الكيان الصهيوني هو مركز للطاقة ما بينه وما بين أوروبا. وهذا ماذا يعني؟ يعني هنالك هذا يأخذنا إلى طرح فرضية الشرق الأوسط الجديد اللي طرح من قبل شمعون بيريز، وظهر المجرم نتنياهو أمام الجمعية العامة الممتحة عندما أظهر خريطتين. نعم. هذه الخريطة هي تغيير يعني توازن القوة في المنطقة، بالتالي الآن هو مهد، هو يمهد، هو يشير بأن الشرق الأوسط، وهذا ما أشار له السيد القائد الخامنئي بأنه أنتم يعني ليس محور المقاومة فقط مستهدف، بل كل الدول العربية والإسلامية هي مستهدفة، ولعله الأكثر قربا في قضية توصيف الشرق الأوسط الجديد. ماذا يعني الشرق الأوسط؟ ودائما نعبر عنه بأنه غرب آسيا، هي هذه الدول يعني سوريا، أردن، العراق، ما بعد العراق نعم. السعودية نعم. بحرين، الإمارات، قطر، وهذه نعم. إذن هذه الدول هي يعني لديها نعم. طاقة العالم بنسبة صحيح. 20%. مثل ما تفضلت بعد أنه يعني خريطة عن خريطة تختلف، لذلك وأشار السيد أن على الأمة الإسلامية نربط الأحزمة للدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة ولبنان. يعني هو ربط الحزام يعني هذا بأنه هو عليهم أن يعلموا جيداً وأن يتهيأوا جيداً بأنه بدأت الحرب على الشرق الأوسط على الدول الإسلامية، فهذه القضية لا يوقفها إلا باتحاد الأمة الإسلامية أو العربية بشكل خاص. هذه رسائل واضحة. يعني الكيان الصهيوني من 48 ولحد الآن هو يعني يقتل أبناء شعبنا في فلسطين، والآن هو يعني لديه تاريخ في قتل أبناء شعبنا في لبنان، يعني الاجتياح في 1980 وكذلك في 2006 عندما اندحر على يد حزب الله. صح. بكل الأحوال
يعني هذه الغدة السرطانية اللي زرعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تتوسع. وهذا دائما هم ما يطرحون بين من النهر إلى النهر. ماذا يعني من النهر إلى النهر؟ يعني من نهر النيل إلى نهر الفرات. بالتالي هذه المنطقة، هذه المنطقة تكون هي دولتهم. نعم. التي ينطلقون منها لغزو العالم. هذه هذه هاي حقيقة. هذا مخطط هو لعله العدو هو أباح به، الولايات المتحدة أظهرته. نعم. فهذه رسالة للدول الإسلامية، لا ليست هنالك أمر حقيقي فيما يخص قضية السلام. حتى الدول المطبعة، هل يعني الدول المطبعة تجس السلام مثلا؟ أبدا. نعم طبعا أبدا. وهو مثال بسيط، مصر التي طبعت أول الدول في 76، وبعدها جاءت الأردن في وادي عربة طبعت في 94. ما الذي جنت من التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ دول فقيرة تعاني من أزمات اقتصادية، من الدين العام المرتفع، ونسبة المعيشة المتدنية بشكل كبير، وأمريكا تتصدق عليهم، تتصدق على الأردن وعلى مصر. هذا هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. هل انعكس على جانبه الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي؟ فبالتالي الكيان الصهيوني لا يحب أحد. الكيان الصهيوني لا يؤمن بفرضية السلام، هو يؤمن بفرضية ونظرية التوسع. نعم. بناء دولتهم من جديد، وهذه الدولة ضمن مديات تفكيرهم واستراتيجيتهم هو السيطرة على الطاقة العالية اللي أشار لها السيد. نعم. السيطرة على الطاقة، الطاقة أين تتواجد؟ في هذه المنطقة. صحيح. هي غنية بالخيرات. إذن هذه إشارة واضحة ورسالة من السيد القائد الخامنئي، عليكم. نعم. أن تتوحدوا، لأن العدو ممكن أن يصل بعد فلسطين وبعد لبنان، ممكن أن يصل إليكم. طيب أستاذ سعيد، بعد الوعد الصادق واحد واثنان، أشار السيد علي خامنئي إلى ممكن أن يكون وعد صادق آخر إذا لزم الأمر، كيف تفسر ذلك؟ صحيح، نعم هذا الكلام. هو قال أن الرد الذي قامت به القوات المسلحة الإيرانية هو أقل رد، يعني ويشير بهذا إلى أنه الرد إذا ما لزم الأمر على الكيان الإسرائيلي سيكون أكبر بكثير مما حصل يعني قبل 3 أيام. هذا يدل على أنه نحن أيضا في هذا السياق دخلنا في مرحلة جديدة، يعني المرحلة التي الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يعرفون القوة العسكرية الإيرانية منذ فترة طويلة، ولكن بما أنهم كانوا يعرفون أيضا أن الخيار الآن من قبل إيران هو ليس عسكريا، فكانوا على ما يبدو أنهم يتصورون أن إيران لا تريد أن تستخدم هذا الخيار في هذه المرحلة. كنا نسمع من قبلهم كلام وتشكيكات فيما يخص القوة العسكرية الإيرانية والصواريخ. نعم. أن إيران لا تجرؤ أن تستهدف إسرائيل، وأن إيران إذا استهدفت إسرائيل سيكون عليها رد غاسيا ومدمرا، فلذلك هي لا تفضل أن تدخل في مثل يعني هذه الردود ضد إسرائيل. ومرة شككوا بأن صواريخ إيران يعني ما فيها تكنولوجيا متقدمة ولا تستطيع أن تصيب الأهداف ولا تصل وسوف تسقط وسوف نحن نسقطها، وكلام يعني طويل عريض كنا نسمع من هذه التشكيكات من قبل الإسرائيليين والأمريكيين وحلفائهم في المنطقة الذين يدورون في فلكهم. بعدما رأوا في وعد عملية وعد الصادق الأول يعني في 13 أبريل الماضي وفي الهجوم قبل 3 أيام، أعتقد يعني أصبحوا أمام واقع جديد أنه لا يمكن التشكيك بهذه القوة. والأهم من هذه الصواريخ هو القرار الذي اتخذته إيران ولم يردعها لا حاملات الطائرات الأمريكية والأسطول البحري الأمريكي وما بعرف التهديدات الإسرائيلية ومن أنه سنرد عليكم، كل هذا لم يردع إيران، واتخذت قرارا وفاجأتهم. نعم. بالرد وفاجأتهم بإصابة الأهداف بشكل دقيق.
فلذلك نعم أنا أتصور يعني الأمريكي والإسرائيلي اليوم في ورطة حقيقية. يعني هم كانوا يعرفون أنه توجد مثل هذه القوة العسكرية، ولكن لم يكونوا يعرفوا أنهم سيواجهون مشكلة كبيرة كما حصلت لهم. يعني هم سخروا كل ما لديهم من منظومات دفاعية، وفي المرة السابقة قالوا أنه أسقطنا 99% نعم من الصواريخ، وهذه من أكبر يعني الكذب اللي سمعناه من الإسرائيليين والأمريكيين، بسبب أنهم مش عارفين كانوا أساسا كم هي أعداد الصواريخ، ولكن دون أن يعرفوا الإحصائية قالوا أسقطنا 99% في صحيح المرة السابقة. هذه المرة يعني أعتقد أصبحوا أكثر محتاطين، لم يعطوا أعداد حول الصواريخ يعني هنالك التي فشل أسقطوها، بل استخباراتي أعطوا من قبل أعداد يعني كانت الكيان بالنسبة إليهم الصهيوني. أعتقد يعني أستاذ سعيد نعم فضيحة. الولايات المتحدة هناك من تحدث نعم وقال فقط أسقطنا 12 صاروخ من نعم 200 صاروخ، لسبب أن العالم كله رأى كيف هذه الصواريخ، رآها عينه كيف صحيح سقطت على المدن نعم والإسرائيلية والمشاهات العسكرية الإسرائيلية. أستاذ سعيد سأعود لك ولذلك خلي اليوم إيران نعم عندما نعم تؤكد أنها جاهزة تعرف أنها كنت توجد أسمعني مثل أستاذ هذه سعيد. القوة للرد على إسرائيل. ناخذ فاصل مشاهدينا ومن بعده لنا عودة. إن إمامنا الخامنئي السيد الحسيني القائد الشجاع والحكيم، وأن إخواننا في إيران هم أعلى وأشرف وأوفى من أن يبيعوا صديقا أو حليفا من أجل مصلحة إيرانية هنا أو هناك، بل هم يضحون بمصالحهم الوطنية من أجل الأمة ومصالح الأمة ومقدسات الأمة. أهلا بكم من جديد أستاذ صباح. قادة إيران إن كان هو رئيسها أو وزير الخارجية عباس عراقشي يتحركون بكل أريحية سواء كان في العالم أو الشرق الأوسط. السيد وزشكيان كان في قطر، وجه إلى سؤال بأنه كيف أنت تأتي إلى هنا، لا تخشى الاغتيال؟ قال لأنه قطر خطرة. يعني أجابهم بكل يعني باستفهام قوي جدا. السيد عراقتشي كان موجود وفي لبنان وتكلم مع ميقاتي وبري أولا، ثم ألقى بهذا البيان. هذه التحركات للقادة إلى ما تشير برأيك؟ عكس نتنياهو الذي هو بين حين والآخر هو يتجه إلى الملاجئ خوفا من الصواريخ. يعني أعتقد هذه غاية الشجاعة من قبل وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية، و وهي الزيارة الأولى من العالم بعدما أصاب لبنان. لم يتجرأ أحد أن يزور لبنان. لا مو هذه فقط ست، نعم. يعني أولا الجانب الكيان الصهيوني هو هدد الطيران الجمهورية الإسلامية، نعم، بقضية تحليقة أو هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت. فكان التحدي من قبل الجمهورية الإسلامية ومن قبل وزير الخارجية، نعم، بأن يهبط بطائرته. صحيح. وكانت هذه الطائرة طبعا محملة بمساعدات، نعم، لأبناء استغل شعبنا. الوجود أيضا للحالة الإنسانية. فدليل أعتقد بأنه البعض من وصف السيد وزير الخارجية بالاستشهادي، وهذا حقيقة هذا هو ديدن القادة. يعني صحيح، بأنهم حقيقة يتسابقون على الشهادة وما يضيعهم أحد. وهذا طبعا كل رجالات المقاومة هكذا، يعني ما لا يخشون الموت. حتى سيد حسن نصر الله دائما ما يتحدث عن الشهادة. نعم أحسنت. والبديل بعد البديل يعني يخلي عقلهم يوقف، أنه بعد الرئيسي ممكن أنه إيران أو وزير خارجيتها بعد استشهادهم باعتقادي، نعم، أنه الآن هم في عراقتشي
يعني يوجه، إذن هي السياسة والحكومة الموجودة هي عريقة وموجودة وأقوى مما كانت، وهذا ما حال هو لبنان الآن بعد ذهاب سيد حسن، إن شاء الله الوجود هو أقوى. هنتكلم شوية ونفصل بكلام السيد عراقتشي. بالبداية مثل ما ذكرت لك بأنه هو أجرى محادثات مع ميقاتي وبري ووجهات نظر حول التطورات الأخيرة، مع ذلك أنه تكلم حول الوضع بصورة عامة والأشار إلى موقف المقاومة المساند ما زال مستمر إلى جانب لبنان وفلسطين المحتلة. يعني هي الزيارة أولا هو دعم لشعبنا في لبنان ودعم للمقاومة الإسلامية حزب الله، وكذلك دعم لحكومة نجيب ميقاتي. يعني ما تعرفين بأنه هذه أزمة كبيرة جدا، وأزيارة لها خصوصيتها، لها قيمتها الجانب المعنوي بأنه الجمهورية على لسان السيد وزير الخارجية، هو أكد على دعم الجمهورية الإسلامية لشعبنا في لبنان ومساندته، وهذا دعم كبير جدا حقيقة. هذا يعطي باقة أمل لشعب لبنان بأنه الشعب الإيراني وقيادة وحكام وعلى رأسهم سيد القائد الخامنئي هم حقيقة متفاعلون مع قضاياهم، نعم، وداعمون لكل أبناء المقاومة بشكل خاص أبناء لبنان. يعني هنالك عملية قصف مستمرة لأبناء شعبنا في لبنان، هنالك ضحايا وأغلب الضحايا من المدنيين. هذا الجانب مهم جدا، يعني أشار له السيد القائد الخامنئي. ثانيا أشرت إلى قضية القادة، يعني السيد هو أشار بأنه يعني وإن فقدنا سيد حسن نصر الله وحزننا كثيرا وتألمنا، هو أشار بأنه نحن حزني وهو مرتبط كحزننا وجزء من حزننا كما حزننا على الإمام الحسين. أحسن بالضبط، وهذا الدليل بأن هنالك ألم، لكن هذا الحزن حقيقة لابد أن يكون انعكاس الحزن على الإصرار على التحدي على المضي. وقال السيد قال عندما نخسر قادتنا لا تعني أن تقف المسيرة، بل يتستمر المسيرة ويكون قادتنا هم مصدر إلهام لكل المقاومين. فبالتالي الآن يعني تحويل التحديات إلى فرص، التحدي في استهداف قادتنا نحوله إلى فرص ونستفيد من هذه الفرص ونجعل من أفراد المقاومة على كل المستويات، يعني نجعل السيد حسن نصر الله هو ملهم ونجعل نصر الله حقيقة هو ثأر أبناء المقاومة. نعم الآن هذا يزيدهم عزم، يزيدهم شجاعة، إصرار، إقدام، وكذلك يزيدهم إيمانا بأن هذه القضية هي قضية عقائدية لا ترتبط مع وجود شخوص وقادة، بل هي مرتبطة بمنهجية الإسلامية. نعم. بالمنهجية الفكرية لمحور المقاومة. الآن هم يتسلحون قبل السلاح، يتسلحون بالفكر بالعقيدة، وهذه العقيدة لا ممكن، ما ممكن العدو أن يغتالها أن يغيبها، الآن هي حاضرة. هذا حقيقة هو جانب من أسلوب السيد القائد الخامنئي اللي هو أعطى دعما معنويا لأبناء شعبنا في حزب الله، وأن رهان الكيان الصهيوني بإيقافهم أو ضعفهم أو استكانتهم أو تنازلهم عن قضيتهم، قضية الأمة الإسلامية، قضية الفلسطينية، لن تتزحزح في قلوبهم ولا منهجهم ولا أهدافهم. هذه العقيدة الحقيقية حقيقة. سيد سعيد، أكيد إشارات مثل ما تفضل الأستاذ صباح لأهمية هذه الزيارة، وقال السيد عراقتشي رغم الظروف الصعبة في لبنان لكن هذه الزيارة هي غير عادية وغير روتينية، وأشار أيضا إذا اتخذ الكيان أي إجراء ضدنا سيكون ردنا أقوى ومتناسبا وكاملا ومدروسا. كيف تقرأون ذلك؟ هو أنا قبل أن نتطرق إلى ما قاله وزير الخارجية عباس عراقتشي لفتني أنه كنا نتصور أن هناك السيد الخامنائي سيتحدث بشكل موسع خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم حول التهديدات الإسرائيلية. يعني تعرفين أنه حدثت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وحاولوا يعني أن يرسموا صورة كبيرة وكأنما إسرائيل تستعد إلى اجتياح إيران وضرب
إيران وتدمير إيران بشكل كامل. هذا الإعلام كما أشرت، هذا الإعلام العربي للأسف الذي يسير في الفلك الإسرائيليين والأمريكيين في منطقتنا، رسموا صورة هكذا، أرادوا أن يخلقوا حالة من الرعب داخل نفوس شعوب المنطقة، وهم هذا خطهم وهذا هي سياستهم، أنه دائما يريدون أن يخوفوا المنطقة من إسرائيل. ولا زالوا إسرائيل هي الآن أصبحت تصرخ أنه يا جماعة يا أمريكيين نحن أرسلونا جنود، مش قادرين نبقى أمام هذه المقاومة. هي إسرائيل باتت تعترف بالعجز والفشل، وهؤلاء أصدقاء إسرائيل في المنطقة لا زالوا يقنون لهذه الرواية أن إسرائيل لا أحد يستطيع أن يهزمها. فهذا الإعلام كما قلت يعني روج إلى أنه إسرائيل على وشك أن تدمر إيران خلال الأيام اليومين الثلاثة. إحنا هنا في إيران كنا ننظر إلى هذا على أنه حرب نفسية هذا، ولكن لا نريد أن نقول 100%، ولكن 99% أنه على أساس حرب نفسية، وأن الكيان الإسرائيلي لا يتجرأ أن يقوم بعملية كما قامت إيران بعملية واضحة كل العالم رآها، دقيقة، عملية نظيفة موجعة يعني. ولكن نقول ليستهدف مثلا مكان ما بعرف قرية في إيران أو أي شيء. نعم. أنا كنت أتصور اليوم السيد الخامنائي أن يعلن موقف يعني ويتحدث كثيرا ويحذر الإسرائيليين والأمريكيين من أي هجوم على إيران، ولكن رأيت أنه لم يتطرق أصلا لهذه القضية يعني، أو بشكل عابر مر من أمامها وذهب، لم يخصص لها وقت كبير. هذا يدل على أن إيران متأكدة من أن إسرائيل لا يمكن أن تقدم على عمل عسكري ضدها، أو على الأقل عمل كبير ضد إيران، أو ولذلك هو مر بسهولة من أمام هذه التهديدات. نعم. ما قاله عباس عراقشي في لبنان هو في الواقع هذه السياسة الإيرانية سواء في عام 2006 أو في أحداث طوفان الأقصى أو الأحداث التي تشهدها اليوم المنطقة ولبنان، موقف لا يتغير، موقف واضح في دعم حق شعوب هذه المنطقة في مواجهة الاحتلال، وموقف رسمي من قبل إيران أنه داعم في كل الظروف، لا التهديدات تؤثر عليه ولا العقوبات تؤثر، وأن إيران في أي حال وأي ظروف تقف مع أصدقائها ومع أخوانها وأهلها. طبعا إيران علاقاتها مع هذه الدول ومع القضية الفلسطينية هي ليست علاقات مثلا سياسية ونبحث أين الربح أين الخسارة، منه يدفع أكثر منه أقل حتى نكون ويا هذا ونعوف هذا ونروح ويا ذاك، لا ليست هكذا، هي علاقة مبنية على عقيدة وعلى مبادئ إسلامية لا تتغير، سواء كانت حكومة خاتمي أو رفسنجاني أو أحمد نجاد أو رئيسي أو ما بعرف يعني بيزشكيان أو أي رئيس. الدعم واضح فيما يخص حزب الله وحماس والجهاد في مواجهة الاحتلال. واليوم هذه الزيارة كما تفضلتم هي في ظروف استثنائية، يعني عندما يرى الكيان الإسرائيلي أن وزير الخارجية يذهب وهو يهدد أن يقصف كل مكان في لبنان، معنى هذا أن إيران لا تعيره تماما لتهديدات الأمريكي والإسرائيلي، وهي ماضية في خططها. وحتى لو سقط هناك عدد من الشهداء سواء من القيادات العسكرية لفيلق القدس الذين هم يعملون كمستشارين سواء في سوريا أو يدعمون حزب الله، إذا سقط شهيد هناك آلاف القادة الآخرين الذين سيملؤون الفراغ، فهذا الشهيد يسقط هنا وهناك، هذا لا يغير شيء في المعادلة بل يزيدنا يعني إصرارا على مواصلة العمل. هذه هي الحقائق وأعتقد باتت واضحة للجميع. نعم سيد سعيد، خلينا نأخذ فاصل أستاذ صباح، بعد لنها عودة. أسقطت الذل عن الوجوه الذليلة وأخرجت
إنسان هذا البلد وهذه المنطقة من شعور الضعف والوهم والحقارة إلى شعور العزة والكرامة والسيادة والقدرة على صنع التاريخ. عدنا لكم من جديد. كانت قبل قليل استاذ صباح في اليمن مسيرات حاشده تحت عنوان وفاء للشهداء المسلمين مع غزه ولبنان معركه واحده حتى النصر. هذا شيء وشيء ثاني في البحرين اللي هو في مسجد الامام الصادق عليه السلام اللي قاموا باعتقالات كثيره بعد انه تكلمت. يمكن الخطبه كانت اشاره لتعزيه للسيد القائد او كان فيها موضوع اكبر. اكو تعتيم في البحرين. هذا يدل انه الشعوب في جهه والقيادات في جهه اخرى، كيف تفسرون كل ذلك استاذ صباح؟ يعني اعطي مقدمه اولا بان هؤلاء هم مسلمون وبالتالي الحاكم فيما بيننا هو كتاب الله وسنه الرسول وما اوصى به اهل البيت سلام الله عليه، واكد عليه السيد القائد الخامنئي ان تحضرني. كان قبل هذه الخطبة كان هو لديه لقاء مع نخبة من العلماء المسلمين السنة والشيعة وأشار لهذه القضية بأن نصرة أبناء شعبنا في غزة وفي لبنان هو واجب على كل مسلم. صحيح. وهذا الواجب حقيقة هو واجبا ليس إنسانيا فقط وإنما هو واجبا دينيا وشرعيا وليس تطوعيا. نعم. وبالتالي الآن عندما نرى أبناء شعبنا في اليمن قيادة وشعبا هم متطابقين في الأهداف في الرؤية في التوجه في العقيدة في هم قالوا نحن أكثر شعب نقدر أن ندرس أمريكا والصهاينة ونحن الشعب الوحيد القادر على أن نهزمهم بقوة لأنهم ما عندهم شيء خسروه لا كهرباء لا ماء لا بنى تحتية. مع ذلك عندهم قتال وعندهم عقيدة قوية في اليمن. طبعا يعني موضع فخر هم انصار أكيد الله في اليمن أكيد اللي استطاعوا حقيقه ان يدحروا المؤامره الامريكيه الصهيونيه العربيه ضد ابناء اليمن بعد يعني ان انتصروا بعد 7 سنوات من الحصار الكبير جدا على انصار الله وعلى الامكانيات البسيطه. الان نجد بانه لديهم امكانيات كبيره وهذه الامكانيات حقيقه موضع فخر للامه الاسلاميه والعربيه. نعم. وبالتالي الان لديهم صواريخ بالستيه فرض صوتيه اللي وصل الى قلب الكيان الصهيوني في تل ابيب. صحيح. هذا موضع فخر بانه امكانيات بسيطه استطاعوا ان يكون لديهم منظومه صاروخيه، لديهم منظومه دفاع استطاعت ان تسقط المسيرات الامريكيه، يعني المسيره الامريكيه الام كي 9 هذه المسيرة المعروفة اللي قبلها كان الجمهور الإسلامي قد أسقطت واحدة منها اللي هي عبارة عن طائرة مسيرة تحمل رؤوس صاروخية تستهدف الأهداف استطاعوا أن يسقطوها. الآن نحن نقيس ونقول الفارق ما بين حكام ما تسمى بدولة البحرين اللي تلقي القبض على المصلين اللي يهتفون بسقوط الكيان الصهيوني ويهتفون بمساندة أبناء شعبنا في فلسطين وفي لبنان ويُنددون بجرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية، نجد هنالك
آلتهم العسكرية القمعية في اعتقال الشباب المناصرين للقضية الفلسطينية، ونجد أبناء شعبنا اليمني اللي يخرجون بمظاهرات مليونية، وهذه الحقيقة لا ننكر بأنه الآن الجمع المليوني بصلاة الجمعة بإمامة السيد القائد الخامنئي في صلاة الجمعة. أعتقد هذا الجمع يختلف، يعني أعتقد الآن هذا الجمع هو يدخل رعب في قلوب الاستكبار العالمي، في قلوب الكيان الصهيوني، وهذا ما نشير له بأنه السيد يدعو إلى الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا بجلاء وانتهاء أولاء الحكام العملاء اللي هم تابعين للولايات المتحدة الأمريكية ومرعوبين من ردود أفعال الكيان الصهيوني. سيد سعيد، أكيد ما زالت المقاومة في الجنوب اللبناني وبالتحديد على الحدود هي صامدة، وهذا يعني أنه لا توغل إسرائيلي. من جانب آخر، قوات الرضوان لم تشارك إلى حد الآن في هذه المعارك، وإنما نشاهده الآن هي قوة المراقبة في الجنوب اللبناني. ماذا يعني صمود المقاومة في لبنان؟ ست نور، نحن ليس فقط نراهن على أن بإذن الله المقاومة الصامدة وتصمد في جنوب لبنان أو في أي مكان متواجدة في لبنان، لا، نحن أكبر من هيك. يعني نتوقع من المقاومة، بما أنها أهلا لذلك، نحن نتوقع الانتصار، والانتصار الكبير والاستراتيجي الذي يغير المنطقة. هذا نتنياهو عندما يتحدث عن أن المنطقة نحن سنغيرها، هذا ليس واقع. هو يعرف هذا، المنطقة إذا ما على أساس تتغير مش هو راح يغيرها، المقاومة هي التي ستغير المنطقة. وهذا الكلام واضح كان أيضا في كلمة السيد الخامنئي قبل أيام، قال المنطقة ستتغير من قبل محور المقاومة، وفي مقدمة هذا المحور حزب الله، أنه استهدفوا الشهيد السيد حسن نصر الله وعدد من القيادات البارزة في حزب الله، وتصوروا أنه انتهى الأمر وانهار حزب الله وسيسقط ولم يبقى، وكأنهم يعني كأنهم يتصورون الأمر كما بعرف يعني داعش أو طالبان، لا حتى مو داعش، لأن داعش قالت الأمريكيين قالوا أنه نحتاج 30 عام حتى نسقطهم، مثل ما دخلوا في أفغانستان ويعني خلال أيام معدودة سقط الطالبان، يتصورون أن حزب الله أيضا بهذه الطريقة يسقط. يعني إما حقيقة هذه مراكز الدراسة اللي عندهم وتقدم لهم دراسات، يعني هم فاشلين ومش عارفين الحقيقة حتى يتصوروا أن حزب الله يمكن من خلال يعني عدد من القيادات إذا ما استشهدوا سيسقط أو يضعف، وإما هي أيضا حرب نفسية، يعني يريدوا أن يخيفوا هذه الشعوب. طبعا مش كل الناس عارفين كل الأمور، الناس المواطن البسيط هذا من الصبح لليل يعمل فقط من أجل لقمة العيش، الكثير من الأمور ما يعرفها. يعني لما ما يسمع في الإعلام أنه صحيح. إسرائيل إجت وعدها F-35 فيتصور أن إسرائيل قادرة تفعل كل شيء. صحيح. بإذن الله الانتصارات الحقيقية والكبيرة والمؤثرة والتي كما قلت تؤثر وتغير المنطقة لا زالت للمستقبل. يعني هذا ما نراه من انتصارات من قبل حزب الله وقتل في الجنود المحتلين، هذه هي بداية. إلى متى يريد نتنياهو يعني يستهدف من الأجواء بقنابل خارقة ويقتل الأطفال والنساء؟ سيد سعود، لك هل يحقق لهذا انتصار؟ هل يستطيع حماية نفسه الآن؟ هو هل يستطيع المنشآت النفط والغاز والكهرباء والقطارات وما بعرف كل ما يمتلك يوديها أيضا في الملاجئ، كما كل صحيح. ما إجاهم صاروخ يعني هربوا كالفئران في الملاجئ؟ هذه إسرائيل مكشوفة فعلا. في أي حرب واسعة وكبيرة ستكون الدمار فيها يعني فقط الله يعرف كم هو حجمه. وصلت الفكرة أستاذ سعيد. أستاذ صباح، يعني الضاحية الجنوبية تتعرض لما هو أشد. ليلة أمس كانت يعني لحظة استهداف السيد كانت 85 قنبلة، بكل قنبلة طن واحد. يوم أمس كان أضعاف يمكن، ومع ذلك أنه دعا في البداية الكيان، شوف الجرائم، حد الجرائم، دعا إلى الإخلاء، بعد ذلك دعا إلى كل فرق الدفاع المدني، إن دخلتم أنتم مستهدفين.
شوف حجم الإجرام اللي وصل إلى بسفك الدماء هذا الكيان، تعليقك. يعني الكيان الصهيوني يتفنن في قتل النفس البريئة، والشاهد في غزة يعني عندما قتل نساء وأطفال نرى بأنه أشلاءهم ممزقة أمام وسائل الإعلام، بالتالي ليس غريبا على الكيان الصهيوني، هو يتفنن في الإجرام. وكذلك من يتحمل مسؤولية ليس الكيان الصهيوني بل هو الداعم للكيان الصهيوني، يعني هذه القنابل وهذه الطائرات التي تقصف وهذه الصواريخ من أين جاء بها؟ أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، فبالتالي هذه الجريمة هي جريمة يعني صهيو أمريكية، أستطيع أن أصفها بهذا الشكل. هذا ماذا يعني؟ هو يستهدف البنايات المدنية الخالية من كل ما يدعي، إن كان هي مخازن أو غيرها ما بها أي شيء. هل هذا هو تفريغ لطاقة الصهاينة بأنه هم من جانب آخر هم هزموا بالرد الإيراني وبالعمليات اللي كانت في يافا وغيرها، فهل هذا هو التشتت بالرد؟ يعني أعتقد هذه العملية هي انتقاما للرد الإيراني الكبير اللي هو كسر شوكة وأذل الكيان الصهيوني، فبالتالي هاي ردود أفعال نتنياهو. لا يستطيع أن يضرب الجمهورية الإسلامية ولا يتجرع حقيقة، وكل المعطيات تشير بأنه الكيان الصهيوني لو ضرب الجمهورية الإسلامية كما صرح أحد القادة بأن الكيان الصهيوني هو عبارة عن ثلاث محطات للطاقة، صحيح، ويعني أعداد محدودة من المصافي، فبالتالي إذا ضربت هذه المحطات تتوقف بشكل كامل الحياة، صحيح، في الكيان. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الدمار والخسار التي ستلحق بإسرائيل جراء أي رد إيراني جديد ستكون رهيبة وقد لا ننجو منها. طبعا هذا ما صرح به وزير الدفاع الجمهورية الإسلامية، وقال سوف نضرب البنى التحتية للكيان الصهيوني، فبالتالي يعني كانت ضربة الوعد الصادق هي بامتياز المقرات والمطارات والقواعد العسكرية، صحيح. الكيان الصهيوني هو هدد بضرب المصافي أو المقرات أو موارد الطاقة للجمهورية الإسلامية. الآن تعتبر هذه إذا ضرب الكيان الصهيوني هذه مناطق هي تابعة للبنى التحتية للجمهورية الإسلامية، فبالتالي ما هو صرح أنه ممكن قاعدة غدا سوف تكون متوازنة بضربهم للمقارات أو منصات الطاقة في الجمهورية الإسلامية، سوف يدفع الجمهورية الإسلامية بوعد صادق ثالث بضرب المحطات الطاقة للكيان الصهيوني، وهذا ممكن أن يتعدى ذلك، يعني البادي قد يكون أظلم، فبالتالي أعتقد الآن يعني الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب إذا ما أقدم أو جازف أو أخطأ في ضرب الجمهورية الإسلامية. أنا أعتقد ارتداداتها سوف تكون عنيفة، وممكن دائرة المواجهة أن تتوسع في المنطقة ليس ما بين إيران وبين سيد سعيد. باختصار كل الشديد فقط عندنا أقل من دقيقة، التصعيد في الضاحية الجنوبية كيف تقرأه؟ والله هذا التصعيد أنا كما أراه أن إسرائيل ليست قادرة على فعل شيء إلا استهداف المدنيين، وهذا الاستهداف إذا ما استمر لن يبقى دون رد، وسيكون هناك رد من قبل حزب الله على ما يسمى بالمدنيين أو الأهداف غير العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم سيد سعيد شاوردي محلل سياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامك لنا، وأكيد سيد الصباح العقيلي عضو في مركز الهدف لدراسات استراتيجية، شكرا لوجودك. أكيد مشاهدينا مستمرين بتغطياتنا المستمرة حول الأوضاع في فلسطين المحتلة ولبنان. على رأس الساعة كونوا معنا، إلى اللقاء.